عن ماري حنا فياض موجودة معنا اليوم معالجة نفسية. رح نحكي عن القلق عند الأولاد بهالوقت يعني العصيبة اللي عم يمر فيه البلد. أصلا القلق موجود عند الكبار، كيف عند صغار ممكن نكون عم ينتقل من الأهل أو من الأجواء بالمدرسة أو بالمجتمع أجمالا. أهلا وسهلا فيك. مرسي. موضوع القلق شغلة كتير مهمة، نحن من خاصة الولاد بعمر صغير بنحاول نحميهم منها، بنحمل عنهم كل الأنكسيتي أو كل القلق يلي موجود أو كل الهموم يلي موجودة، لدرجة يمكن يعني نحن أهالينا كانوا قد ما كانت الظروف صعبة ما نعرف بشيء أوقات. أي. يعني مع أنه كانت أيام حرب. مزبوط. يعني جربوا أنه ما نعرف بشيء إذا كان هالشيء ممكن. اليوم لا، الحديث مختلف أنه الولد ما لازم يكون هالقد. هلأ منشجع يعني التواصل هلأ أكتر مع الولاد. أكيد ما بدنا نكبر الأشياء، لأنه مثل ما قلتي أوقات الأهل معقول ينقلوا القلق تبعهم، الخوف تبعهم، خصوصا هلأ الحالة الاجتماعية الاقتصادية عايشين بوقت كتير صعب. بس ما بدنا ننكر كمان، نقول له انه ما في شيء، ماشي الحال، ما تعطى الهم. الولد بيقشع، بيسمع، بيروح على المدرسه، بيرجع مع اخبار، معلومات بيعظمها اوقات كمان، بيعظمها كمان. بقى بدنا نتواصل بطريقه بسيطه ونقول الاشياء مثل ما هي بدون ما نفوت بالتفاصيل. بس بده لازم دائما يكون في جواب للولد. في تلفزيون داير بالبيت كمان كل النهار، هيدي هي هيدي كمان يعني الفكرة عم تحكي عن التفاصيل. يعني ايه اوقات لازم الاهل يعرفوا انه مش ضروري التلفزيون ضل دايرة 24 على 24، لا لا لهم يعني ولا للولد كمان، للاهل كمان مش منيح اكيد. يعني ضروري نكون عم نتابع الاخبار، بس مش ضروري يكون التلفزيون بالباك جراوند مع اولاد صغار. مزبوط. بالبيت. والشغله الثانيه، الاهل بين بعض وقت اللي عم بيحكوا عن الحاله بيرجعوا من الشغل اكيد في قلق وهيك، لازم ينتبهوا انه في اشياء ما ينقالوا قدام الاولاد كمان. ينتبهوا هلا مش وقتها، خلينا بعدين نحكي. خاصه الفتره صعبه كتير يعني. مش خوف، هو قلق. والقلق اصعب بعد لانه مزبوط. ما في شيء مبين لقدام، بعد ما عارفين لوين رايحين، وهالشيء رح ينقل للولاد اكيد ورح يسبب لهم توتر ما رح يعرفوا ليه. مزبوط. انه الواحد بيكون خايف بيعرف من شو. بيكون قلق مش ضروري يعرف من شو. مزبوط. هلا في مؤشرات الاهل كيف فيهم يعرفوا انه هالولد عم بيمرق، عم بيتاثر. هلا بصير عاداتهم بيتغيروا، مثلا النوم، او بصير نومه يعني ما عم بينام دغري، او بصير في كوابيس. مثلا مش من زمان بالعياده عندي كان عندي شاب مراهق خبرني عن الكابوس عمله، حلم انه حدا قتل له بيه قدامه. وهيدا الشيء اذا بنتذكر صارت من كم يوم، تاثر بهيدا الموضوع. بنشوف انه هالقلق اكيد هن سلايد كتير مهم جبتي لنا اياه، بفرجينا كيف بدنا نوصل هالمسج. لانه كمان الطريقه اللي بدنا نوصل فيها المسج ممكن هي كمان تكون عم تعمل قلق، لانه نحن قلقانين. مزبوط. فبدنا نعمل كنترول. اكيد. هلا بالتواصل في ثلاث اشياء، اهم اشياء ببينوا بالتواصل، في الكلمات، في نبره الصوت، وفي التواصل الجسدي. نعم. بقى فينا نشوف بهالسلايد انه ايه بياخد اكتر شيء اهمية. 55% هو التواصل الجسدي، حركاتنا. ايه بدنا ننتبه كيف، بأي طريقة. 38% هي نبرة الصوت. وبنشوف انه بس اقل شيء هي الكلمات، لانه اصلا ما رح يفهمها يعني كلها. يعني لانه بيشوف بده يشوف القلق ككل. القلق هو حركة الجسم لكينا وبالنبرة. نبرة الصوت أكيد. رح نتابع، بس خلينا ناخذ اتصال. ألو. ألو. ألو بونجور. يا هلا تفضل. صباح الخير لكم. صباح النور. بونجور. معلي لو غير عن الموضوع تبعولكم. تفضل. بس عندي مداخلة عن الوضع. بس بحب أقول للمسؤولين إنه 60 يوم ما عم تصغوا لصوت الشعب. أنا بحب تسمعوا لصوت الله، تفتحوا الكتب بالمدرسة بكل الأديان وتسمعوا لصوت الله، بلكي هيك بتعرفوا شو الله بيقلكم لتعملوا شيء منيح لهالبلد ونخلص بقى، لأنه هالشيء ما مش مفروض يصير. يعني أكيد هلا المشاهد اللي عم نشوفها مش طبيعية أبدا بهالأعياد. لازم يعني هالأصول اللي عندكم مش رح تاخذوها معكم. صحيح.
رح تجينا مزلطين، رح نطلع مزلطين 100%. في شخص ابن الله اجى عمل كل شيء بهالدنيا كرمالكم، رح تطلعوا مزلطين، ما رح تاخذوا معكم شيء. صحيح. لك يا عمي يسوع اجى على الارض خدم العالم، غسل ارجل الرسل، طلع على جحش، وين سياراتكم؟ وين بدي اغذيكم؟ شغلوا راسكم، شغلوا راسكم. من ضمن صوتنا لصوتك امين، من ضمن صوتنا لصوتك اكيد. اذا فتحنا الكتب السماويه رح يكون الحل هلا اذا كنا عم نصغي لصوت الله. تنتابع لكينا بموضوع الاولاد والقلق، باي عمر بدي اعتل هم انه الولد ممكن يكون بلش يفهم شوي او يسمع شوي شو عم بيصير ويكون عامل قلق بدون ما انا اعرف، لانه مش رح يجي يخبرني او ما بيعرف يعبر عن قلقه. مزبوط. باي عمر؟ بس من هو كتير صغير فينا في المؤشرات اللي كنت عم بحكي عنهم. في قله النوم، بس في كمان الاكل، من فينا نشوف اوقات انه عم بخف أكله أو عم بيزيد أكله. في كمان نشوف إنه بالمدرسة في قلة تركيز أو في عنف أكتر أو عم في حركة زيادة أو كمان رفض تيروح على المدرسة، ولا مؤشر فجأة. بدنا نجرب نشوف أبعد من هيك، ليش هلأ عم غير؟ شو عم بيصير معه؟ هلأ بعمر يعني صغير نوعاً ما، عم نحكي عن الثمانية وعشر سنين حتى أصغر، عم نحكي عن البتيت سيكسيون يعني من الماتيرنال يعني. بس لما منكبر شوي شوي بالعمر مش كتير ببلش في حديث بين الولاد. مزبوط. أوقات حديث سياسي أكيد، أوقات حديث طائفي. بيرجع على البيت الولد، نحن ما بدنا نخليه يفوت بهالمواضيع كتير من الأوقات، وبيكون عنا بلكي عنا موقف حيادي ان شاء الله، دائما يكون عنا كمان موقف يكون يعني منفتح على الجميع. بس هذا الولد بعمر الثمان سنين والعشر سنين، كيف بدي اوصل له هيك فكره؟ بدنا نوصل له الفكره دائما بطريقه عامه شوي، ما نفوت بالديتايات، بس نقول انه في حاله عم بتصير. كيف بدنا، شو بدنا نقول له؟ في ناس عندهم وجع، عندهم مطالب، بينزلوا على الطريق توصل صوتهم. مش ضروري نفوت بالديتاي مع مين وكيف، بس نفسر انه هيدي الفكره العامه، هيدي بلكي ونشجعه ما يفوت بالتفاصيل مع التلاميذ الاخرين. مزبوط. وهيدا الشيء بيشوفه بكل بلاد العالم. هلا بفرنسا كمان مع الجيليجون. هلا احنا هون عم نحكي عن الاهل كيف بدهم يتعاملوا، بس كمان الجسم التربوي كثير مهم بهالمطرح، رح نحكي عنه بعد هالاتصال. الو. الو، اهلا، بونجور. يا هلا، تفضل. يعطيك العافيه. الله يعافيك. لك ولضيفتك الكريمه. يا هلا. بس حبيت اعمل مداخله بسيطه. نعم. بس هي شوي بعيده عن الموضوع، بس طبعا هي بتتعلق بالاطفال كمان. نعم. بعيده كليا عن طبعا هو بالوضع اللبناني. نعم، تفضل. احنا عم بحكي بالشق الثاني. نعم. اللي هو اللي عايشين، اللي هن بيعتبروهن الدولة اللبنانية بتعتبرهم أجانب، بس هن بالحقيقة هن منهم أجانب. نعم. عم بحكي قصدي أنا عن اللاجئين الفلسطينيين. نعم. ف بدي يكون صدرك رحب باللي اللاجئين الفلسطينيين. أنا بالنسبة لإلي أنا صار لي 45 سنة ساكن بالبلد، يعني ولدت وعشت. نعم. وتزوجت حتى زوجت أولادي بهالبلد. وبتعامل معاملة الأجنبي. هلأ أنا بيعتبروني لاجئ. أنا بتشكر الدولة اللبنانية وبتشكر الشعب اللبناني على ضيافته الكريمة، ولكن نحن باسمي وباسم الشعب الفلسطيني بقول حان وقت الرحيل. فأنا بتمنى يوصل صوتي للمعنيين عن هذا الموضوع ويسهلونا مهمة الرحيل من البلد. وبتشكر الشعب اللبناني على ضيافته الكريمة، مع أنه ضيافة طويلة كانت. أهلا وسهلا فيك كمان. أنا بحب، يعني هي صرخة وجع، صرخة جيل جاي قادم على هاي الحياة عم بتألم وبتوجع، مش عارف لوين رايح، وعايش أكيد تحت ذل بدون مبالغة. عم بحكي ذل وحرمان. نعم. ضمن مخيمات بزواريد ضيقة ما بتقل الزروبي، يعني ما بتزيد الزروبي عن متر. نعم.
اهلا وسهلا فيك. طبعا كنا عم نحكي الصبح كمان في مواضيع اجتماعيه كثيره قبل الثوره كنا مركزين عليها، ما بدنا ننساها هلا ونقول بعدين لانه الحياه عم تمر والحاجه مزبوط. بالعكس هلا اكبر بكثير. تنتبع بموضوعنا الجسم التربوي قد ايه بده يكون عم يعرف يتعامل، لان المدارس ماشيه والتلاميذ بيقضوا وقت بالمدرسه اكثر من البيت، واوقات كثير يعني يمكن هن كمان يعني ناس وعندهم القلق الخاص تبعهم، واوقات كمان بينقلوه أكيد. يعني بينقلوه بوضوح بس من دون إرادة بينقلوه، يعني مش ما بيكون قصده، لازم يكون في إرادة كمان بالعكس. لازم لازم أكيد هن يعرفوا يعملوا كنترول على حالهم يعني، بس إنه بالمدارس إجمالا إنه كمان بيجربوا هن يشتغلوا على هذا الموضوع ويعطوا للتلاميذ أكثر مجال يعبروا يعني بيعرفوا إنه هن جايين كمان مع كل هالباكراوند وهالباجاج اللي جايبينها معهم، بقى بيعطوا يعني في مدارس بيعطوا وقت بس للحديث للحوار بين طيب كل في مدارس عطوا مجال للتعبير، بيرسموا على الحيطان او يعني بواسطه الفن كثير حتى بالبيت فينا نعملها، نخلي الولد يرسم باتامودلي بريكولاج. مين لازم يحكي مع الولد، الاب ولا الام ولا الاثنين سوا وكيف؟ انا بشوف الاثنين سوا، لانه وقت الاولاد بيشوفوا البي والام سوا بحسوا بامان اكثر، بحسوا انه هذا الموضوع ما عم نخبي شيء على حدا، هذا الموضوع مفتوح وهذا الحوار لازم ينعمل بقلب البيت. لازم لانه اهم شيء الولد يحس بامان كمان، يعرف انه عم بسمع عم شوف، بس انه بقلب بيتي فينا نكون في كنترول، في كنترول وفينا نكون بامان، فينا نحس بهالشيء. وهون يعني حكينا عن الاعمار الصغير نوعا ما، بس ما ننسى انه اعمار المراهقه يلي اوقات كمان بلشوا ينزلوا على الطريق هن كمان يعني هن عندهم ثوره كثير كبيره، هن عندهم قلق على المستقبل تبعهم، صار يعني موضوع ضروري انه نكون عم نقعد ونحكي فيه، وبلكي نحكي شوي بشو ممكن يصير مع العلم انه نحن مش عارفين شو بده يصير. مزبوط، هيدي كمان هيدا السؤال كثير للاهل، ستريس للاهل، بس بفتكر الاهل لازم يفكروا شوي كل يوم بيومه، لانه ما اذا بدنا نفكر كثير على بعيد القلق بيكبر رح يكبر. نعلم اولادنا كمان يعلمهم انه كل يوم بيومه، لانه نحن مش عارفين كمان شو رح يصير، نحن كمان يعني مش هين المراهق عنده هالانرجي الكبيره، عنده هالاحلام الكبيره اليوم هيك احلامه فجاه عم توقف. بس هذا عنف، يعني عم يتعنف بدون عم يتعنف أنا نفهم هالشيء، وعنده ضغط كمان بكل الميلات، لانه في ايام راحوا ورا تسكير المدارس صار كمان في بده يلحق عم بيروح كل سبت على المدرسه كمان. عم بيجوا كمان عم بيقولوا انه كثير مضغوطين كثير يعني المراهق عنده كثير نواحي بده يكون عم يتعامل معها، لانه اصلا العمر صعب اصلا في مواجهه بينه وبين الاهل، ونرجع نزيد عليهم هيدا الوضع منا هن، والمواجهه بتكبر لانه هن كمان بدهم يفرضوا شخصيتهم افكارهم، بقى بدنا نتسمع لهم، بدنا يكون السمع اكثر من اي وقت اهلا وسهلا فيك يا ان ماريا حنا فياض، شكرا لوجودك معنا. وقفي هلا بنرجع نتابع لايف.